سيادنا سلام الله عليكم. العرض اللي عندنا لكم اليوم من مدينة سيد رحال، شقة جات في الطابق الثاني، المساحة ديال 83 متر مربع، فيها ثلاثة البيوت وصالون وجوج الحمامات ومطبخ، جوج برطمات في الطاج. تشاهدوا معايا، هذا هو الباب ديال الشقة، هو اللي كيدخل الشقة. وعندنا اون فاس ليه الباب ديال الشقة الأخرى اللي في نفس الطابق. المساحة ديال هاد الشقة هي 83 متر مربع، فيها ثلاثة البيوت وصالون وجوج الحمامات ومطبخ وبالكون. بالنسبة اليمين ديال الشقة كتدخل كتلقى هاد الصالون اللي جا تبارك الله بهذه المساحة اللي هي كبيرة، صباغة ديال الخيال اللي ما شاء الله مخدومة بواحد الشكل اللي رائع. بالنسبة للبلافون عندنا فيه القبص وعندنا فيه نيوني سبوت مخدوم بواحد الشكل رائع، مساحة كبيرة ما شاء الله، اللهم بارك. الدار عندها دو فاس، عندها فاس جد الشروق وفاس اتجاه ديال الغروب، يعني مشمشة ومهوية على جهتين بجوج. بالنسبة لهاد الشقة راه جات في موقع رائع بمدينة سيدي رحال، خدمة متقونة مزيان اللهم بارك. هذا هو بيت نعاس، عندنا فيه بالكون وعندنا فيه هاد الخدمة اللي في البلافون ما شاء الله رائعة. عندنا فيه بلاكار ودريسينك، بلاكار اللي جا بجوج ديال البيبان كوليس وكاين لي زيطاجير، وعندنا دريسينك في هاد الجهة. عندنا الحمام اللي جا بواحد الشكل اللي ما شاء الله رائع من ناحية الزليج ولا من ناحية لافينيسيون، اللهم بارك. بالنسبة للسانيتير لا مارك راها معروفة في السوق. عندنا هاد المرايا اللهم بارك. ودائما معكم اخوكم محمد مفتاح، وسيط عقاري مدينة تحت سوالم وسيدي رحال والنواحي. هاد الشقة اللي كنقدمو لكم دابا من مدينة سيدي رحال، هذا هو الحمام المشترك اللي ما شاء الله جابو هاد المساحة مزيانة كبيرة، وجا مخدوم بلافينيسيون اللهم بارك مزيانة. عندنا كاين المرايا وعندنا الفاسك اللهم بارك. بالنسبه للبيبان، بيبان ديال الخشب مخشومين بهاد الزواقه ديال لازير مزيانه، لي بواني راه اينوكس نوع جيد ما كيصديوش. صباغه راه صباغه الخيال. بالنسبه للسقف ديال الكولوار راه جا على الشكل التالي، بلي سبوت وصباغه وزواقه سامبل لي مطلوبين دابا بزاف. عندنا المطبخ اللي جا على شكل ال، جا في الوسط ديال الشقة، جا صراحة بواحد الشكل اللي ما شاء الله غزال. عندنا هنا بلاصة الثلاجة، وعندنا بلاصة ماكينة الصابون. بالنسبة للفران والفورنو ولاهوت اللهم بارك. عندنا هذا البيت هذا لي جا على الشكل التالي، صباغة ديال الخيال نوع عصري. بالنسبة للبلافون راه القبس سامبل مع لي سبوت، البيبان راهم خشب زواقة لازير، بيسيور ديال البيبان راه بيسيور غليظة. عندنا هاد البيت الثالثة اللي جات تبارك الله بواحد الشكل انيق وغزال اللهم بارك في السقف ديالها. بالنسبة للحيط راها صباغة ديال الخيال مخدومة بشكل رائع اللهم بارك. بالنسبة لانستالاسيون ديال التلفازة راه كاينة في البيوت كاملين. الناس اللي عجباتهم هاد الشقة وبغاو يتواصلوا معنا مرحبا بهم، الرقم ديالنا هو 07 66 78 30 12. المساحة كيف سبق وذكرت لكم هي 83 متر مربع.
بالنسبة للثمن راه كيبقى في حدود 59 مليون. طبعا هذا الثمن قابل للتفاوض، اللي بغى هذه الشقة مرحبا به. إلى هنا إخواني ما علي إلا نقول لكم الله يعاونكم، نتمنى نتلاقاكم في عرض جديد وتكونوا إن شاء الله في صحة جيدة. إلى اللقاء.